انتشر مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي للشيخ عشيرة يوجه انتقادات لاذعة للمهاويل، وكان من ضمن كلامه: قسما بالله هاي هوساتكم مالة صواني، وانتوا تهوسون وتصيحون على مود تاخذون فلوس، كل اللي تتلقونه تصعدونه للسماء، ما نقبل منكم ترفعون اللي يعجبكم وتنزلون اللي ما تريدوه، احنا 5 جواد سودنتونا. خلي نشوف الفيديو وبقية الكلام وناخذ بعدها ردود الأفعال والتعليقات اللي أغلبها كانت مع الشيخ وتأييدا لكلامه. خلونا ناخذ أولى لا ويانا الفيديو أول شيء بداية. وكذب ما عندنا صواني، وكذب ما عندنا سيوف ونصبر 10 10. الله وكيل الناس مش شاربين التنصر. هذا كله من اقول لك نصب علينا. اجي ابو فلان تتناجسون عليه تلبون صعدتوا للسماء حتى تاخذون خريطه وتنقلون وانا. الله وكيل محمد. بس انت متخلص اسمح. وهذا انا عدنيه من زمان الاجي. الله مردونا مردهم. انت تسوي لنا كذا يوم ونحن. قام عليه من مردناك انه هو شنو ياوي. لا بالله ما انتم ما ترفعون وتنزلون بينا بكيف. لا ما اي والله صح. انا عدنيه التقي بيكم. انتم مهاويل الديره. لطمتوا بالعبوده بالذات. واعتديتوا على بخت مقابل اشياء حتى يسمع تافه. لا تظلون تصعدون وتنزلون بينا. احنا عمان، احنا بختنا واحد، احنا عشيره، احنا عبوده. هاي اخر مره. والعباس مو من باب اهددكم، لكن نزعل على المهوالي اللي يصعد وينزل بيناتنا. احنا عشيره، احنا واحد. هوس على العبوده، هوس على كل واحد منهم. هوس على ابن خيون، هوس على المتوفي، خوي زلمه ويستاهل. فقدناه. اما احنا نظل عندنا ما يطلبه المستمعون، كل اللي يدردغ من التبليط مصعده، هذا ما يجوز. شوف الطريق من نظره. هاي وصيه لكم، انا خادمكم مع الاعتذار. قاعدات يصير المناسبات، قاعدات يصير المناسبات عد العبوده. ما اقبل رفع وكبس بس ما العبوده، خلي العبوده ساكنين. ها وياها عدال شبل ماهي، ها وياها عد الغزالات ماهي، ها وياها عد بن سلامه ماهي. انا النهار كله بالعشاية. اي دعوه احنا 5 جواز سودنتونا. مو مقبول، مو مقبول. مو قسما، مو انتم اخوتي كلكم، السيد على راسي. لا الله يسلمك. وانت الغزالي بن جوار والعياشي والشبلاوي. وكلكم اهن، وانتم شعراء والشاعر مؤدب والشاعر الى قيمته. لكن لا تلعبون بمشاعرنا، لا تلعبون بقيمنا. جايين هسا تردون تهوسوا، هوسوا على العبوده ولا الفجين. اما احنا جايين نستعرض، كل اللي تتلقونه حطيتوه بشد السماء، ما يجوز. وهذا لعب بمشاعرنا، وراح احكيها لكم بالترجمه، هذا استزواج للعبوده. الله يستر عليك. مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا الفيديو على الخبر اللي ذكرناه، خلونا نشوف بعض التعليقات. واولى التعليقات من ستار: هذا انسان صاحب حظ وبخت، جزاك الله خيرا على هذا التوجيه والنصيحه. وايضا تعليق اخر على هذا الخبر. محمد يقول: فعلا شيخ المهوال يرفع والآخر يكبس بكلام مبالغ به. تعليق أخير على هذا الموضوع مشاهدينا من رائد: هاي رسالة واضحة إلى كل العشائر العراقية بطعم الحزجة المشخابية، يعني مو كل 5 أشخاص عليهم شيخ، والشيخة أصل أب عن جد، مو كل من لبس عباء وعقال وسيارة قال أني شيخ. تحية إليك أيها الغيور الشيخ هادي آل علي آل حسان العبودي.